يعني هيدا عم بيحاول يهرج، وبالتالي يعني هو فشل بتأمين الكهرباء وعم بيحاول يغطي الموضوع بهذا الكلام التهريجي الديماغوجي. أنا بدي أقول له لو كان يعني بدل ما يحكي كل يوم أي يوم لا بيعمل مؤتمر صحفي، لو حط هالجهد بإنتاج الكهرباء كان ضوى لبنان والشرق الأوسط كله. تحرير لبنان من هذا الوزير هو مطلب أكثرية الشعب اللبناني. سعادة النائب، أنت رئيس لجنة الطاقة والمياه، هل بتفهم بالكهرباء أم الوزير بسيل بيفهم أكثر منك؟ هو بيعتبر أنه ما حدا بيفهم مثله، وبالتالي هو بيعتبر نفسه ب يعني كفاءة أينشتاين، وأنه ما حدا غيره بيقدر يحكي بهذا القطاع. طبعا الرأي العام هو اللي بيعرف مين اللي بيحكي وشو بيحكي وشو بيفشط وشو بيحكي ديماغوجية.